ايه علاقة الجودة بالأديان السماوية وايه علاقتها بالاقتصاد من جهة أخرى؟ أهلا وسهلا بيكم في قناتي قيمتك في جودتك، المكان الأفضل لفهم جميع التطبيقات العملية للجودة الشاملة والتميز. في الواقع احنا لما نقول جودة احنا نقصد جودة أي مخرجات. حاليا ما بقاش معنى الجودة جودة المنتجات الملموسة أو السلع الملموسة بس، احنا بنتكلم على جودة منتجات ملموسة أو خدمات، يبقى احنا بنتكلم على جودة المخرجات سواء كان منتج ملموس أو خدمة أو مشروع. لو أنا project based organization أو شركة بتشتغل على المشاريع، يبقى أنا بتكلم على جودة سلع، جودة خدمات، جودة مشروعات. وعلى الأساس ده في تعريف بسيط جدا للجودة. الجودة ببساطة شديدة هي إتقان العمل بس. يبقى أنا لما أتقن العمل اللي أنا بعمله فأنا كده بأدي عملي بجودة. وفي الواقع إتقان العمل حسيتنا عليه الأديان السماوية كلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وإتقان العمل يعني تأديته بجودة. وفي نفس الوقت ذكر طبعا في الإنجيل: وكل ما فعلتم فاعملوا من القلب كما للرب ليس للناس. إذن الجودة لها وإتقان العمل فيما معناه لها ارتباط وثيق جدا بأخلاقيات المسلم والمسيحي على حد سواء. طيب، وطبعا ما نقدرش ننسى دور أجدادنا العظماء قدماء المصريين في إتقانهم لجودة بناء الأهرامات اللي هي بتعتبر من عجائب الدنيا السبع. فتجلى إتقان العمل عند أجدادنا العظماء فقاموا ببناء الأهرامات بمستوى عالي جدا من الجودة. طيب، إيه بقى علاقة الجودة بالاقتصاد؟ لا، علاقة وثيقة جدا. هو في الواقع ازدهار الاقتصاد مبني على الميزات التنافسية. هل المؤسسات والشركات بتتمتع بوضع اقتصادي كويس؟ واللي هو بما معناه ايه؟ بما معناه ان ميزات التنافسية ليها وقدرتها التنافسية كبيرة ولا لا؟ طب ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على بعدين اساسيين. الجودة بتتجلى في او تطبيقاتها بتتجلى في بعدين اساسيين: بعد عام عالي كبير وبعد تاني اصغر بس اهم. البعد الكبير اللي بنتكلم عليه في التطبيقات العملية للجودة هو ان المؤسسة تكون عندها القدرة على ان هي ترضي عملائها وتحافظ على ولائهم ليها باستمرار. يبقى ان انا احقق رضا وولاء العميل باستمرار، ونحط تحت باستمرار دي كذا خط مهمة جدا. يبقى انا العميل اللي بيجي يتعامل معايا بينبسط، فبالتالي بيرجع لي تاني، وانا بقدر احقق ده over the time على طول، مش مرة وبقف. طبعا ده يعمل ايه للشركة دي؟ اديها ميزة تنافسية انها بتحافظ على قاعدة العملاء بتوعها وبتزودها وبتكبرها بسمعتها الكويسة اللي هي اوريدي محافظة عليها مع العملاء الحاليين. ده يعمل ايه في المؤسسة؟ يديها ميزة تنافسية وقوة تنافسية كبيرة في السوق، مما يؤثر على اقتصاد الدولة. لو كل المؤسسات اللي في الدولة دي استهدفت الكلام اللي احنا بنقوله ده، ده هيؤدي الى انعاش الاقتصاد ككل سواء على المستوى المحلي او على المستوى الدولي. طيب، البعد الثاني او المستوى الثاني لتنفيذ الجودة، وده الاهم لانه هو في الواقع الطريق للوصول للمستوى الاولاني اللي هو على مستوى الفرد، على مستوى الموظف، على مستوى العامل اللي في المشروع او العامل اللي واقف على خط انتاج في مصنع او اللي في موقع. طيب، ان احنا بنقول ان الموظف ده او العامل ده المفروض ان هو يطلع شغله صح ومن اول مرة، من اول محاولة. يعني ايه طلع شغله صح؟ يعني يحقق الاهداف المطلوبة منه. احنا طلبنا منه مستهدفات معينة هو بيحققها ومن اول محاولة، من اول مرة. خلينا ندي مثال عشان نوضح بيه الفكرة اكتر. لو انا بطلع، انا ادارة حسابات، بطلع فواتير للعملاء والعميل بيجي يستلم الفاتورة بتاعته، او انا بنك بطلع كروت فيزا للعملاء والعميل لما بتخلص الفيزا بيجي يستلم كارت الفيزا بتاعه او الكارد او whatever، اي خدمة. في الحالة ديت لو انا حققت الهدف، يعني ايه؟ يعني العميل جه يستلم حاجته لقاها مظبوطة خدها ومشي، يبقى انا كخدمة انا حققت الهدف اللي مطلوب مني،
ان انا حققت متطلبات العميل وجه استلم وكان ساتسفايد وراضي ومفيش مشكله. طيب ايه بقى قصه من اول محاوله؟ انا ممكن اكون حاولت اطلع الفيزا بس كان فيها اخطاء وعدت البروسيس تاني او عدت الخطوات تاني داخليا قبل ما يجي العميل يستلم. في الحاله دي انا حققت الهدف، اه العميل جه استلم الفيزا ببيانات مظبوطه بكل طلباته لقاها موجوده بس مش من اول محاوله. هتقول لي طب ايه المشكله ما دام العميل في الاخر استلم اللي هو عاوزه؟ اقول لك لا، ما هو استلم اللي هو عاوزه بتكلفه ازيد من التكلفه المعياريه اللي انا عامله حسابي عليها من الاول كشركه او كمؤسسه من الاول. طب ده معناه ايه؟ معناه تكاليف التشغيل بتزيد. برضو ده معناه ايه؟ معناه الاسعار بتتاثر. طيب برضو ده معناه ايه؟ معناه انا بفقد ميزه تنافسيه في السوق. ها وضع الاقتصادي هيتاثر لو في اكيوميليشن للكلام ده او الكلام ده مستمر او متكرر، ها بالنسبه لنفس المؤسسه وجميع المؤسسات اللي بتكون المنظومه الصناعيه والخدميه للدوله ديت. في الاخر ده هينتج عنه ايه؟ ضعف اقتصاد، لان انا عندي ضعف في الميزات التنافسيه، فبيجي الصيني ينافسني بمنتهى السهوله وبيجي الامريكاني ينافسني بمنتهى السهوله ويجي اي حد من بره ينافسني بمنتهى السهوله. كده كل ما زادت ميزاتي التنافسيه قوه كل ما ده عمل قوه لوضع الاقتصادي كل ما صعب على اي جهات اخرى انها تنافسني. اذا الميزات التنافسيه بتقوي وجودها بيقوي وضعي التنافسي وبالتالي وضعي الاقتصادي. طيب اذا المؤسسات المكونه للمجتمع لو هي استهدفت ابعاد معينه اللي احنا شرحناها كلها دي هنلخصها تاني، فده يؤدي الى ايه؟ الى ان هي ميزات تنافسيه هتعلى، وضع تنافسي هيبقى اقوى، وبالتالي وضع اقتصادي اقوى للمؤسسات فرديا وللمجتمع ككل. اذا ايه هي الابعاد اللي المفروض نستهدفها في اي مؤسسه؟ ان انا ارضي احقق رضاء وولاء العملاء بتوعي باستمرار، ده مهم جدا. ان انا احافظ على ان انا احقق الاهداف اللي انا عايزاها في كل العمليات في الشركه او في المؤسسه من اول محاوله، يبقى ان انا اعمل شغلي صح بطريقه صح، احقق اهدافي من اول محاوله. طبعا لو المؤسسه استهدفت الابعاد ديت ديفنتلي او اكيد في الاخر ده هينعكس على قوتها التنافسيه والاقتصاديه على حد سواء. طيب محتاجه اعرف ايه رايكم في المواضيع اللي احنا اتناقشنا فيها النهارده، ارائكم وتعليقاتكم واسئلتكم برضو دايما، اكتبوا اي اسئله عندكم، تكتبوا اي اراء، اي موضوعات للمناقشه بخصوص موضوع الحلقه النهارده، تكتبوا لي كل الكلام ده في التعليقات على الفيديو. هنهتم بالتعليقات دي، هنرد عليها كلها، وطبعا ممكن نخصص حلقه نرد فيها على كل استفساراتكم اللي هتكتبوها باذن الله. محتاجه اقول برضو الحلقه الجايه هنتكلم عن ايه. احنا في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنناقش الفرق بين الجوده والدرجه، ده موضوع مهم جدا وعامل كونفيوجن او لخبطه عند ناس كتير. لو حابب طبعا تتابع الفيديوهات بتاعتنا اول باول، اشترك في القناه وفعل الجرس عشان توصلك التنبيهات في وقتها. سعدت بيكم، شكرا جزيلا لوقتكم، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي.